السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي فضلتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. لو سمحت عندي استفسار. زوجتي ستلد كمان شهرين ولادة قيصرية ان شاء الله. فيوجد بالمستشفى طبيب تخدير رجل وطبيبة تخدير امرأة ولكنها مسيحية، الطبيب تخدير مسلم. المشكلة ان الحقنة اللي هتاخدها في الظهر، حقنة التخدير في الظهر، فهتتكشف قدام الطبيب المسلم، فهل يجوز ذلك ولا نخلي الطبيبة طبيبة التخدير هي اللي تديها الحقنة؟ الطبيبة أولى في هذا المقام، ويجوز التطبب عند الكافر إذا كان أمينا. يعني الطبيبة هي الأفضل يعني في هذه الحالة. يجوز التطبب عند المرأة الكافرة. تمام، حتى لا تنكشف زوجتها أمام رجل يعني. الله المستعان.